الأخوة الزملاء جميعا حول موضوع التصحيح الإلكتروني، يعني طلب عدد من الأخوات الأخوة تسجيل فيديو يوضح عملية التصحيح الإلكتروني. هي عملية سهلة جدا، يعني اللي يوضع الأسئلة الإلكترونية يكون موضوع التصحيح بسيط وسهل جدا بالنسبة إليه. إذا نجي أيضا على الموضوع من البداية حتى من يعني حتى ما تعبر خطوة ويبقى الزميل يعني فايدت هاي الخطوة. الخطوة الرئيسية هي أنت أول ما راح تجي تفتح بالجوجل، راح تكتب أي محرك بحث جوجل، راح تكتب كلاس روم أو جوجل كلاس روم، سواء كان بالعربي أو الإنجليزي راح يطلع لك هذا الخيار الانتقال للتطبيق. راح ننتقل للتطبيق، وإذا من الموبايل راح يكون الدخول بشكل مباشر عبر برنامج جوجل كلاس روم. أنا الآن عندي أيضا مجموعة من الصفوف الدراسية، راح أختار واحد من الصفوف الدراسية وراح أروح لمهمة، واحدة من المهمات اللي منطيها للطلاب منطيهم بها اختبار، راح أروح للجروب اللي يتعلق بطلاب المرحلة الثانية البكالوريوس. سويت لهم يعني قبل فترة اختبار بسيط، كويز بسيط حول موضوع الهند، وطرحت بيه مجموعة من الأسئلة على الطلاب. إذا نروح للأرشيف نشوف الواجبات الدراسية، نشوف هذا الواجب الدراسي مثل ما قلت لكم هو واجب يعني بسيط، كان الهدف من عنده فقط يعني اختبار الطلاب كأنما احنا بمحاضرة ودنا نختبرهم، مو مهمة تكليف رسمية أو امتحان نهائي أو امتحان شهري. القضية التصحيح ما تختلف بأي اختبار، ما تختلف في أي اختبار عن الاختبار الآخر. إذا نروح إلى الاختبار نشوف إنه الاختبار، بس خلوني المحاضرة الثالثة الهند الجزء الأول جنوب شرق فيديو، أعتقد هذا الاختبار، هذا الاختبار. إذا أجاني أريد أفتح الاختبار مباشرة على فورمة الاختبار، راح أروح إلى الفورمة، هاي الفورمة مباشرة راح أدخل شوف هذا الأسئلة اللي طرحتها للطلاب. الأسئلة قسم منها أسئلة: أول مرة بريدك الإلكتروني، اسمك الثلاثي حتى نعرف الطلاب ونميزهم عبر البريد الإلكتروني والاسم الثلاثي لكل طالب. وطرحت مجموعة من الأسئلة منها اختيارات بسيطة عن الموضوع، وبالإضافة إلى سؤال آخر مفتوح كان مقالة موجزة عن موقع الهند وأهميتها الاقتصادية والتجارية. أنا من أفتح الفورمة مرة أخرى مباشرة راح أروح على هذا الصورة، صورة القلم اللي هو تحرير النموذج، أجي أنقر عليه أو تعديل النموذج. من أنقر عليه مباشرة راح يطلع عندي خيارين، خيار الأول هو الأسئلة، يعني أنا إذا أردت أعدل على الأسئلة وأرسلها مرة أخرى للطلاب سواء كان لشعبة دراسية أخرى أو غيره، ويطلع الخيار الثاني اللي هو الردود، وأنا جايني 48 رد من الطلبة اللي مشاركين بالاختبار هذا. هاي ال 48 رد اللي هي ردود الطلاب. أنا عندي خيارات متعددة للتصحيح، عندي هنا يعطيني دائما أقول هاي 3 خيارات. الخيار الأول هو ملخص لإجابات الطلبة وإحصائيات كاملة وبيانات كاملة عن الإجابات. الخيار الثاني هو التصحيح كل سؤال، يعني أنا أجي أصحح هذا السؤال لكل الطلبة وبعدين أعرف من هو الطالب، إذا ردت أعرف من هو الطالب تحديدا. التصحيح أو الطريقة الثانية اللي إحنا يعني نعتمدها بالتصحيح هي التصحيح الفردي، كل طالب عبر إيميله، وهذا إجمالي الدرجة مالته اللي هو مثلا هسه هنا إجمالي الدرجة 0 من 35. أو إذا نجي للأسئلة، أرجو الإجابة على أسئلة كذا، كل واحد بريد إلكتروني، وأيضا اسم الطالب الثلاثي حارث أحمد محمد هذا الطالب. يمكن إذا أجي هنا على هذا السهم وأغير أروح للطالب الثاني، الطالب الثاني هذا إيميله وهذا اسمه آية عبد الرحمن صحيح شعبة ألف. إذا أروح لطالب آخر آخر آخر، خلينا نشوف الطالب العاشر، أنا أريد أروح أعرف من هو الطالب العاشر وراح أصحح لكم بالطالب العاشر. هنا رحت للطالب رقم 10، شفت الطالب منه، هذا بريد الإلكتروني، هذا اسمه آية سعد طنش هاي الطالبة. أجي هنا أنا حتى في أحيان معينة، يعني أنا أو أي واحد من عندكم ربما تصحيح إلكتروني، احنا بهذا الاختيارات دائما ننطي تصحيح إلكتروني، قد يكون أنت تعطي إجابات خاطئة بالتصحيح الإلكتروني أو
ما راح يصحح بشكل صحيح، او ربما يعني اخطأت بمجال معين. حتى في حالة السؤال انت تعطيه تصحيح تلقائي، ممكن انت تقدر تتداخل وتعدل على الدرجة اذا كان هناك خطأ معين، سواء كان هذا الخطأ تقني من الكمبيوتر نفسه او من البرنامج، او ربما خطأ شخصي انت وقعت بخطأ معين اختاريت اجابة خطأ، بعد ذلك يعني تأكدت من الموضوع شفت انه انت مختار الاجابة الخطأ. هنا اذا يقول لي انا هذا السؤال ايش قد منطي عليه، منطي عليه 5 درجات بوضع الاسئله، منطيني هاي ال5 درجات، هو ده يقول للطالب مجاوبه خطا. انا اشوف لا، اجابه الطالب صح، لانه اذا اروح متى تاسست شركه الهند الشرقيه عام 1600. احيانا يعني هاي الامور بس حتى اوضح لكم النقاط. شوف انا بمجرد تلاعبت باول سؤال طلع لي شيء جديد هنا اسفل الصفحه اللي هو حفظ. حفظ شنو؟ حفظ التعديلات اللي اجريتها على اجابات هذا الطالب، اللي هي التعديلات شنو هو؟ التعديلات هي الدرجات اللي راح انطيها لهذا الطالب. فاذا اجي هنا مكان مال البرنامج منطيه 0 انطيته 5، اجي هنا يقول ما هي ديانة غالبية سكان الهند؟ طبعا الهندوسية، وهو مجاوب صح. احنا البرنامج منطيه 0، انا راح انطيه 5، يعني هذا السبب اللي خليت الاخطاء الاجابات خاطئة حتى تكون الصورة واضحة امامكم. اذا اروح الى نقطة أخرى، متى سقطت آخر إمارة إسلامية في الهند؟ 1857. طبعا الطالب مجاوب خطأ، ما أنطي درجة عليها. ممكن أروح إلى أكتب مقالة موجزة عن موقع الهند وأهميتها الاقتصادية والتجارية. هنا أنا هذا يعني مو صحيح هذا السؤال، لأن أنت هنا تطلب من عنده أكتب مقالة موجزة عن موقع الهند وأهميتها الاقتصادية، هذا خطأ بالسؤال. ممكن أني أتجاوزه، ما صحح لكل الطلاب هاي الأخطاء حتى للزملاء يعني تكون الصورة واضحة. فممكن أني من وضع الأسئلة واقع بخطأ معين، أوكي سؤال ممكن أو فرع معين ممكن أتركه، ما صحح لكل الطلاب. أجي هنا إلى نقطة أخرى، من هي أول دولة أوروبية وصلت إلى الهند؟ البرتغاليين. طالب مجاوب صح، ممكن أني أجي هنا أنطيه ايضا 5 درجات. تقريبا اغلب الاخطاء اللي ممكن توقع بيها اني وضحتها بهذا الفيديو حتى اللي يصير عنده خطأ معين. اما تهمل سؤال كامل اني خطأان بيه، ماكو داعي احمل للطلاب، اهمل هذا السؤال وانزله من الدرجة. او ربما خطأ تقني او خطأ بالاختيارات، انا سويت اخطاء حتى تكون الصورة واضحة امامكم. الان اذا تباوع انا انطيت ايضا 5 درجات. اجي على هذا السؤال اللي هو شرح، اكتب مقالة موجزة عن موقع الهند وأهميتها الاقتصادية والتجارية. الطالب مجاوبني ده يقول لي تقع الهند في جنوب آسيا وتعتبر سابع أكبر بلد من حيث كذا المساحة وكذا كذا، هاي التفاصيل. أنا أجي هنا أفترض أن الطالب أردنطي 7 من 10، هنا أنا 7 من 10. أنا إذا أجي أشوف قبل لا أحفظ التغييرات أشوف أنه هذا الطالب اجمالي الدرجة مالته الآن صارت 22، بينما الدرجة كانت اجماليها ايش قد؟ كانت الدرجة قبل لا اصحح اني كانت 0. فمن اجي هنا أنا اقول حفظ راح تكون اجمالي الدرجة اللي حصل عليها الطالب 22 من 35، هذا الطالب رقم 10. اي طالب اخر ممكن اجي اصحح له حتى اعيد لكم العملية. شوف الطالب هنا أنا عنده 0 بعد ما مصحح، ماخذ اللي هو آية عبد الرحمن كذا. أني أجي هنا راح أنطيها 5 درجات الآية. راح أروح إلى الهندوسية، طبعا إجابتها صحيحة راح أنطيها أيضا 5 درجات. راح أجي إلى متى سقطت آخر إمارة، راح أنطيها 5 درجات للطالبة، أو خطأ العفو إجابتها هنا راح أعتبرها راح أنطيها 0، ما راح أنطيها درجة. هنا أنا مثل ما قلت هذا السؤال يعني أنا واقع بخطأ، هو سؤال مفتوح لكن جاي بشكل صيغة اختيارات، ممكن تصير هيك اخطاء. مثل ما قلت هذا راح اتجاوزه، ما اشرح، ما احمل الطلبه درجته، او ما احمل الطلبه نتيجه هذا الخطا. ممكن انزل الامتحان من 35 يرجع يصير من 30. البرتغاليين طبعا هنا صحيح، راح انطي الطالب 5 درجات. اجي على الشرح، الطالب شارح وجهه نظره، اني قريتها اريد انطي هذا الطالب 6 من 10. هسه اجي اني احفظ هاي التغيرات، راح اجي الى درجة الطالب صارت 21 من ايش قد؟ من 35. ممكن الخمسة قلنا نهملها اللي هي السؤال الخطأ اللي احنا وقعنا بيه، تكون الدرجة 35، العفو 21 من 30. نجي هنا الى اصدار النتيجة، انا كملت التصحيح لكل طلبتي ذول ال 48، ارد انطي نتائج للطلبة. اجي هنا اكو هذا اصدار نتيجة، هذا اصدار النتيجة اصدار نتيجة بشكل مباشر، ممكن رأسا مباشرة راح يرسل للطلبة درجاتهم، وهذا الموضوع احنا دائما ما نحبذه، لانه احيانا تصير اخطاء، تصير امور
ممكن طالب يعترض، تريد تعالج، تريد كذا، فلذلك ماكو داعي اني استعجل واجي انطي هنا أنا اصدر النتيجه، ممكن اصدر النتيجه بشكل اخر، اسحب هنا مثل ما قلت لكم دائما هاي علامه بالفيديو السابق شرحنا وضع الاسئله وحكينا عن هاي علامه مشاهده الردود في جدول اللي هو جدول البيانات مشاهده الردود. راح نروح اذا ننقر نروح الى جدول الردود، راح نروح ونشوف النتائج. هذا جدول البيانات، طبعا انطي لكل طالب الطابع الزمني مالته، وقت الاجابه، قد يكون قسم من الطلاب ما مجاوبين بالوقت المناسب خارج الوقت، من حقك انه قد يكون تحجب درجتهم وتعطي صفر لهذا الطالب، طالب جاوب بالوقت او يعني حسب الوقت اللي انت محدده. طبعا انطاني ايميلات الطلبه، انطاني النتائج درجتهم ايش قد، 30 من 35، 25 من 35، 25 من 35، اسماء الطلبه الثلاثيه انطاني اياها، انطاني حتى اجاباتهم على كل سؤال. هاي ممكن اني عندي عده طرق احفظها. طبعا هاي ورقه عمل وورد، العفو جوجل شيت، كانما يصدر لك من الجوجل، حتى شوف الكتاب اللي او السؤال اللي بيه شرح هو انطاني حفظ لي. ممكن اني احفظه بهاي الصيغه بشكل كامل هذا الملف احفظه، وممكن اجي احفظ هنا بطرق متعدده. اذا اني ما اريد احفظه بهالصيغه هاي على الجوجل، اريد احفظه بطرق اخرى، اجي مباشره الى ملف وانزل الى تنزيل. تنزيل هنا انطاني مجموعه تنسيقات، اقدر احفظه بصيغه مايكروسوفت اكسل، اقدر احفظه بصيغه اوبن دوكيومنت، اقدر احفظه بصيغه PDF فايل، اقدر 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 بمجموعه من الصيغ اني اقدر احفظ الملف مالتي، او ربما قيم مفصولة بفواصل CSV الورقة الحالية اللي هاي الصورة أمامنا. عجبتني هاي الصورة، هاي الطريقة أريد أحفظ بيها، أوكي أقدر أكسل أقدر، وبنفس الوقت PDF فايل راح تكون على شكل صورة ممكن أرسلها للطلبة أيضا أقدر. فلذلك أنا أجي هنا أريد أحفظ التنسيق مايكروسوفت أكسل، إذا تلاحظ هذا ردود الطلبة انطاني إياها هنا. من اجي انقر على هذا الملف، طبعا الملف وين راح القاه؟ راح القاه بالداونلود مالتي او بالتنزيلات حسب كل طالب. هنا شوف جتني هاي احصائيه كامله، ممكن هاي الاحصائيه اكبر حجم الخط واصغر حجم الخط وكل شيء اقدر اسوي. هاي الصيغه اللي يحفظ لي اياها. طبعا هاي هسه واحد يقول انا هذا الملف وين القاه؟ ممكن انا هذا الملف هو مفتوح اجي اريد اسميه واريد احفظه بمكان اخر، تاه علي ما اعرف وين بالحاسبه، اجي اسوي له حفظ باسم واريد احفظه، مو هو بالتنزيلات طبعا موجود وعنوانه بالتنزيلات ردود بلانك كويز، لان هذا مو امتحان انا مسويه كويز مثل ما قلت لكم. ممكن اني لا اقول اريد احفظه على الديسكتوب، اجي هنا اقول على وين، على سطح المكتب اريد احفظه واريد اسميه اختبار طلبة المرحلة الثاني بسهولة. راح اجي وهذا على سطح المكتب، هذا راح اروح نسد الملف، راح نجي الى سطح المكتب راح نلقى اختبار طلبة المرحلة الثانية وراح نلقى كل التفاصيل موجودة. هذا بصراحة يعني بسيط، بشكل بسيط وبشكل سهل وبشكل سلس. اعتقد موضوع التصحيح اذا اي واحد منكم يراجع اكثر من مرة ممكن يعني يشوف الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. ممكن انا اروح لمكان اخر، يعني خاف واحد همينه يصير عنده لبس بالموضوع، ممكن اروح الى افتح مرة اخرى اروح الى مكان اخر اللي هو صف اخر عندي، صف اللي هو امتحانات النهائية لطلبة العليا. وين طلبة؟ هذا ماجستير حديث ومعاصر، هذا انا سويته لطلبة الماجستير حديث ومعاصر وارسلت لهم مجموعة من المهام كاختبار تجريبي، وهذا واحد منهم هو اسمه اختبار تجريبي. من اجي انقر على الاختبار التجريبي، طبعا رحت على الواجب الدراسي اختبار التجريبي، راح انقر على الفورما بالضبط. من انقر على الفورما قال لي لقد ساهمت بالرد من قبل، هذا اني ردت اعلمهم فدخلت كطالب وساهمت ورديت حالي حالهم. ده يقول لي الاطلاع على الردود السابقه، الاطلاع على الردود السابقه، هاي ردودي السابقه اني شخصيا، هذا ممكن شيء اقدر اسويه، وممكن اني ما محتاج اروح اطلع على الردود السابقه، ممكن اجي على القلم نفسه واقول تعديل على هذا النموذج وراح اجي القى شنو؟ القى الاسئله والقى الردود. هاي الردود اللي هي ردود الطلبه هسه راح تبدا تظهر عندي،
إذا شوية ننتظر يلود البرنامج. شوف عندي 13 رد، طلبتنا 11 وأني سويت رد وياهم، أكو شخص آخر واحد من أساتذتنا سوى رد وياهم من أجل أنه هاي الردود. طبعا هاي النتائج يقول لم يتم تصديرها لأني ما صدرت نتائج أنا من أنا بشكل مباشر ودزيت لهم الإجابات. كان الامتحان من 77 طالب ماخذ 37 46 44 كذا، واكو طلب ايضا ما مصححينهم. نجي نقدر هسه نريد نصحح مثل ما قلت لكم، هذا ملخص انا وين اريد اروح، اما اصحح بشكل كل سؤال على حده او اصحح بكل شكل فردي كل طالب على حده. اجي هنا هذول 13 طالب عندي، اجي اختار الطالب لا على التعيين، طالب رقم 3 خلينا نقول 4، من هو طالب ما طلعت اني، خلي غير طالب رقم 5 راح نشوف من هو الطالب، الطالب ورود ماجد كاظم، هاي الطالبه اني ممكن هنا أنا اجي ايضا اقدر اصحح لها، هذا اعتبر اجابتها هاي. طبعا ما بي هذا ما بي ما بي اجابات، احنا نجي هنا هنا ممكن 8 من 15 ممكن 10 ممكن 9 ممكن اي شيء. شوف مباشرة اي تغيير تجري راح يقول لك حفظ او الغاء اذا انت تشوف نفسك وقعت بخطأ. هاي طبعا تكرار للعملية من اجل ان تكون الصورة واضحة. لهنا ينتهي شرحنا بموضوع التصحيح الإلكتروني. أتمنى أن تكون هذا الفيديو مفيد للأخوة الزملاء جميعا. تمنياتي للجميع بالموفقية، خصوصا وإحنا على أعتاب مرحلة جديدة، ربما راح نبدي اختبارات أو راح نبدي امتحان نطبق الامتحان الإلكتروني بعد ما نكمل مع الدراسات العليا، ممكن راح نبدي مع الدراسات الأولية. فكل أستاذ بينا يجب أن يكون مستعد من أجل أنه يمتحن طلبته امتحان الكتروني وهو مطالب ان يصحح، وهي التفاصيل الاخرى اللي تتعلق بمهمه الاستاذ مع خلال او خلال مرحله الامتحانات. شكرا مره اخرى وتمنياتي للجميع بالموفقيه.